قام سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بزيارة تفقدية إلى مدرسة وادي السيل الابتدائية الإعدادية للبنين باعتبارها من المدارس النموذجية الجديدة التي استلمتها وزارة التربية والتعليم لتشغيلها بدءا من العام الدراسي المقبل. كان في استقبال سموه لدى وصوله كل من سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وعدد من المسؤولين بالوزارة. وفي بداية الزيارة تم تقديم عرض موجز عن هذه المدرسة الجديدة وأهم مميزاتها وخصائصها الإنشائية والتي تخدم عدة مناطق بمساحة 3 هكتارات لتصبح مع البناء 16,000 متر مربع تقريبا بطاقة استيعابية تصل إلى 1300 طالب. كما بين العرض الذي قدمته كل من الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات التربوية ومديرة إدارة التعليم الابتدائي أهم خصائص هذه المدرسة التي تم إنشاؤها ضمن المدارس 10 الجديدة التي تضمنها برنامج عمل الحكومة 2015-2018، حيث صممت بشكل مبتكر ومواكب للتطور وموافقة للمعايير العالمية، إضافة إلى كونها تمثل مبنى واحد بشكل عمودي يشمل جميع المرافق الأساسية والرياضية والخدماتية كالصالة الرياضية والفصول المرنة ومرافق الهيئة الإدارية والتعليمية والمختبرات ومختبرات متطورة وواسعة. كما تم تشبيك المدرسة إلكترونيا على غرار جميع المدارس الحديثة التي يتم افتتاحها تباعا مع توفير الأجهزة الإلكترونية التفاعلية، كما روعي فيها أن تكون مواد الإنشاء صديقة للبيئة ومرشدة للطاقة، وتوفر الخدمات مع مصاعد كبيرة ومركز مصادر تعلم وغرف للتدريب وغيرها من التسهيلات التي تجعل حركة الطلبة داخل المدرسة انسيابية والإشراف عليهم من قبل الطاقم الإداري والتربوي أكثر فعالية. كما بلغت تكلفة إنشاء وتأسيس المدرسة حوالي 4 ملايين دينار بحريني. بعد ذلك قام سموه بجولة داخل المدرسة للاطلاع عن كثب على مكوناتها والتسهيلات التي تتوافر بها. وأثناء هذه الجولة قدم عدد من المعلمين عرضا تضمن الكيفية والأسلوب الذي ستنتهجه المدرسة في العملية التعليمية والتربوية على بدء الدراسة فيها. كما قدم طلبة نماذج للنشاطات الطلابية في المدرسة والمواقف التعليمية المعبرة عما يتم تنفيذه حاليا من مشروعات تطويرية في المرحلة الإعدادية مثل التمكين الرقمي ومشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان ومشروع تدريس اللغة الفرنسية الذي ينفذ في هذه المرحلة. وفي ختام الزيارة عبر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء عن سروره لما شاهده في هذا المعلم التربوي الجديد الذي سيعزز البنية الأساسية للتعليم المتطور الذي نعمل من أجل أن يكون ذا جودة عالية، مشيرا سموه إلى أن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب تركزت على هدف مهم وهو تحسين أداء المدارس وتطوير البيئة المدرسية والصفية النموذجية الحديثة لتمكن الطلبة من إنتاج المحتوى التعليمي واستخدام الوسائل الحديثة ومواكبة المستجدات في العملية التعليمية والتربوية، مشيدا سموه بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم ومنتسبوها في هذا المجال. من جانبه أعرب وزير التربية والتعليم عن شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب على تفضله بهذه الزيارة وللدعم الكبير الذي تلقاه الوزارة وبرامجها التطويرية من سموه، مشيدا بتوجهات سموه المستمرة في مجال تطوير التعليم والتدريب بما يترجم ويعكس اهتمام قيادة بلدنا العزيز بالتعليم باعتباره مستقبل البحرين.
بناء تعليمي هو الأول من نوعه يقام على أساس الأبنية الخضراء الصديقة للبيئة، مزود بتقنيات التعليم الرقمي الحديثة كأجهزة عرض الوسائط التفاعلية لجميع الفصول الدراسية التي سيبدأ من خلالها ما يزيد على 1300 طالب بتلقي العلم من بنيان علمي عصري تتميز به مدرسة وادي السيل الابتدائية الإعدادية للبنين مطلع العام الدراسي الجديد. صباح الخير جميعاً وأهلاً ومرحباً بكم. مدرسة وادي السيل الابتدائية الإعدادية هي ضمن المدارس الجديدة والمتطورة التي أمر سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتشييدها، باعتبار أن هذه المدارس تمثل خطوة متقدمة تنفذها الوزارة ولله الحمد بدعم متواصل من القيادة الحكيمة بحيث تغطي كافة محافظات مملكة البحرين. ما ينوف على 4 ملايين دينار تم تنفيذ هذه المكرمة الملكية السامية على مساحة أرضية تقدر 16,000 متر مربع، أقيمت عليها طوابق المدرسة الأربعة المتضمنة 38 فصلا دراسيا توفر جميعها بيئة تعليمية صحية خالية من الضوضاء والأمراض إلى حد كبير نظرا لطبيعة المواد التي تم استخدامها في البناء، إلى جانب 4 مصاعد مهيئة لضمان سهولة حركة وسلامة ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب وضعت بالقرب من مداخل المدرسة. هذه المدارس لها مميزات عديدة سواء من حيث المساحة أو من حيث الخدمات التعليمية التي تقدم للأبناء الطلبة والطالبات، وكذلك نوعية الأجهزة التي تستخدم فيها. هذا النوع من المدارس ولله الحمد الذي تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تعميمه، وأيضا بهدف أساسي يأتي ضمن تقديم أفضل الخدمات التعليمية. ما تم مراعاته من طرق بناء نموذجية كان الهدف منها مخرجات تعليمية ممنهجة تتواءم ومضمون الرسالة العلمية النبيلة التي يتكفل بإيصالها المعلم ويحرص على تلقيها الطالب الراغب بتحصيل علمي متفوق. صرح علمي مميز يضاف إلى قافلة الصروح التعليمية التي تخرج أجيالاً تضمن من خلالهم البحرين شكل المستقبل المرجو. شباب ذو فكر ناضج بناء يطلب العلم حثيثا ولا يساوم على بناء ذاته المعرفي. ليختلف بإنجازاته يصاحبه التميز في كل مكان لا يقبل إلا بالمتفوقين. للتلفزيون البحرين محمد رشيدات.